ما بين كل فترة والتانية كده محتاج أفكر الناس بشوية أساسيات عندي هنا في القناة. مبدئيا ده مش استوديو، دي أوضة في بيتنا أنا مقرر إن أنا أحط فيها الصورة بتاعة صلاح وحكيم زياش ورياض محرز دي، وقررت إن أنا أصور وراها. في زيطة كتير قوي في الشارع اللي ورايا، فبحاول على قد ما أقدر إن أنا أنجز التلات أربع دقايق اللي هعمل فيهم الفيديو قبل ما الشارع اللي ورايا ده يخش في خناقة وألاقي الصوت بتاعه وال النويز الضوضاء اللي بيعملوها تظهر معايا هنا في الفيديو. بحاول على قد ما اقدر ان انا اشيل الضوضاء، بس كنت شغال بيها الشهرين ثلاثه اللي فاتوا فجوده الصوت كانت بتنزل. غير ان انا هنا في القناه دي عملت كل حاجه تخلي القناه دي ما تكبرش للامانه، يعني انا عملت كل حاجه ممكن تتخيلها تخلي القناه الريت بتاعها يقع او تخلي القناه معدل الانتشار بتاعها هيبقى بطيء جدا. مسحت فيديوهات كتير قوي. انا في فيديو عندي كان معدي نص مليون، كان بتاع خناقه ماتش الاهلي والزمالك، للامانه المحتوى ما كانش بتاعي، فالفيديو ده لما مسحته في ساعات كتير قوي اتمسحت والربح توقف عندي 3 شهور والدنيا كانت بايظه خالص هنا في القناه. بس انا لما فتحت القناه هنا على يوتيوب انا كنت فاتح قناه اقول فيها اللي انا عايز اقوله بالنسبه للكوره اللي انا بحبها، بالنسبه للكوره اللي انا كان ليا الشرف ان انا لعبت في انديه فيها، كان ليا الشرف ان انا زاملت اصحاب كتير وعرفتهم عن طريق الكوره، كانت ايام جميله. فانا بحب الكوره زي اي حد بتكلم هنا في القناه عن الحاجه اللي انا بحبها. علشان كده عندي هنا في القناه دايما في مشكله كبيره جدا، ان في فيديوهات الواحد بيكون بيقول اراء ايجابيه على مدربين وفيديوهات بعدها الواحد بيغير وجهه نظره. ليه؟ لان احنا متفقين ان الكوره كل مباراه غير التانيه، بس انت لو عايز تمشي على اسطمبه واحده فده معناه انك بتقرر تعرض علشان خاطر تكبر القناه. وانا بصراحه موضوع تكبير القناه ده مش شاغل دماغي قوي. مفيش حد بيحبش ان هو ينجح، مفيش حد بيحبش ان هو يكبر، بس انا حاسس ان انا لو كبرت او نجحت هتشتب اكتر بكتير قوي من القناه ما هتجيب لي مكاسب ماليه وهتجيب لي مكاسب معنويه، لان انا كراجل اهلاوي ما بحبش موسيماني، كراجل بتفرج على الكوره المصريه مش متعصب قوي للاهلي، بشجع الاهلي او راس من ابويا الله يرحمه ان انا بشجع الاهلي، بس انا مش متعصب قوي بالنسبه لتشجيع الكوره المصريه، ومش متعصب قوي الصراحه في تشجيع الكوره في اي حته في العالم. في اوقات كده الواحد بيتعصب في ماتشات، بس الواحد برضه بيتعامل ان هو دي كوره لازم تكسب او تخسر او تتعادل. رايك في مدربين؟ ما ينفعش انك تكون طول الخط بتطبل لفلان او بتقول ان فلان ده ضد النقد، لان مفيش مدرب في العالم بيعمل كل حاجه مثاليه في كل المباريات. الكلام ده لازم تقوله، الكلام ده لازم تقوله للناس. انا قررت ان انا اعمل قناه هنا فيها شويه مصداقيه، مش هقول لك نسبه مصداقيه عاليه، لاني بحاول على قد ما اقدر اوصل الصوره اللي انا شايفها، اوصل الصوره بتاع الاخبار الصحيحه. في ناس كتير قوي بتدور على الفيوز وانا واحد من الناس دي، لان هرجع تاني واقول لك ان مفيش حد بيقدم محتوى على اليوتيوب مش عايز يجيب مشتركين ولا عايز يجيب مشاهدات. بس انا عندي مشكله كبيره جدا هنا، ان انا اساسا الشقة بتاعتي محتاجة كتير، وفكرة ان انا اطور المحتوى الموضوع صعب جدا، لان المايك ده مثلا انا من بني سويف، انا دورت هنا في بني سويف لفيت بني سويف كلها ما لقيتش غير المايك ده، مايك بفردتين مش مايك بويا، مايك ما بيشيلش ضوضاء كتير، مايك فيه مشاكل كتير، بس هو ده المايك اللي انا قدرت الاقيه هنا في بني سويف. الموضوع بالنسبه لي صعب، الموضوع بتاع انك تطلب على جوميا او تطلب على سوق، الكلام ده بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد اتعامل مع سوق او جوميا عارف ان المنتجات اللي بتوصل لك مش هي اللي بتكون المنتجات اللي بتتعرض واللي انت مفترض انك بتشتريها، الموضوع كبير بالنسبه للمنتجات. فحته ان انا اروح اجيب مايك ده منتظر ان انا ان شاء الله لما اسافر القاهره، ولما اسافر القاهره هتكون امتى بقى؟ الله اعلم، لان انا زي ما قلت لك الموضوع مش شاغلني قوي، انا بتكلم في الحاجه اللي انا بحبها، الحاجه اللي انا بحبها. عجبت ناس والله محترمين جدا، ما عجبتش ناس والله محترمين جدا. في ناس بتخش تقول لي صور بايفون علشان خاطر الجوده تكون عاليه، عزيزي انا بصور بكاميرا موبايل ريدمي نوت 8، ريدمي نوت 8 انا بصور بيها، وبعد ما بصور باجي اجيب الفيديو وبحمل برنامج ضغط الفيديو، ضغط الفيديو عشان الباقه عندي ما تخلصش بدري، بضرب الفيديو والجوده بتاعته بتلاقي ان الجوده فيها مشاكل كتير. فانا اساسا ما كنتش متوقع ان القناه دي توصل 19000، ما كنتش متوقع ان القناه توصل 19600. اللي انا فيه ده فضل كبير قوي من عند ربنا، اللي انا فيه الارباح اللي جات لي من على يوتيوب انا ما توقعتش ان انا في يوم من الايام هربح على يوتيوب. انا قعدت هنا سنه ونص على يوتيوب بقول فيها اللي انا عايزه، في فيديوهات كانت بتعلى وفي فيديوهات كانت بتنزل، ومع ذلك ما كنتش باخد جنيه من القناه دي. فالقناه دي يا جماعه انا بالنسبه لي عاملها مشروع انترتينمنت، بالنسبه لي انا بعمل ترفيه، بعمل حاجات كتيره قوي تخلي القناه دي ما تكبرش زي ما قلت لك، بمسح فيديوهات
كنت شغال برضو في الحاجات اللي هي برامج الممنوعة والحاجات دي علشان خطط تزود مشاهدات، وفهمت في الاخر ان هي فكرة فاشلة، وغيرت اسم القناة دي 3 4 مرات. اللي هو كل ما اتفرج على فيديو تعليمي يقول لك عايز توقع قناة ازاي، خش اتفرج يقول لك ما تغيرش اسم القناة، ما تمسحش فيديوهات، ما تشغلش برامج مخالفة. انا اشتغلت كل اللي انت ممكن تتخيلهم دول. واقول لك حاجة كمان، يعني انا في اوقات بغير الفيديوهات، بنزل فيديو سياسي وبنزل بعديه فيديو اجتماعي وبنزل بعديه فيديو رياضي. فانا اساسا حتى يوتيوب نفسه لما بدأ ان هو يصنف القناة بتاعتي، صنف القناة بتاعتي على فكرة ان القناة بتنقل اخبار المحترفين والمنتخب الجزائري. فالفترة كنت بعمل فيها فيديوهات عن المنتخب الجزائري كانت بتجيب مشاهدات، لان يوتيوب كان بيحطني جنب الفيديوهات اللي بتتكلم عن المنتخب الجزائري، ودي طبعا ما اكترها هنا على المنصة. فدي كانت بتزعل ناس كتير وكانت بتحس ان انا بطبل للمنتخب الجزائري، مع اني كنت عايز اوصل للناس رسالة ان والله يا جماعة يوتيوب هو اللي صنفني التصنيف ده، يوتيوب هو اللي صنفني تصنيف ان القناة دي بتقدم محتوى جزائري. ليه يا عمي؟ اصل القناة دي اعلى فيديوهات فيها وانت بتتكلم عن المنتخب الجزائري. فكل ما بتكلم على المنتخب الجزائري بلاقي ان انا المقترحات عندي بتعلى والمشاهدات عندي بتعلى. بتكلم على الاهلي والزمالك بلاقي المقترحات بتقل، وبتكلم بلاقي الحاجات كتيره قوي بتقل. فكل ما بتكلم على المنتخب الجزائري الجزائريين يقول لك يا جماعه اخطونا اخطونا اخطونا. انا مش عارف اوصل لك ازاي ان انا اخدوك ازاي، بس وانا يوتيوب مصنفني ان انا المحتوى بتاعي جزائري وان انا المحتوى بتاعي هينجح بس لو كلمت عن المنتخب الجزائري. انت فاهم الصوره؟ اللي هو انت عايز تتكلم عن المنتخب الجزائري عشان خاطر يجي لك مشاهدات ويجي لك مشتركين، وانت مش عارف تتكلم عن المنتخب الجزائري لان في ناس كتير قوي شايفه ان خلاص انت قلبت القناه محتوى جزائري. فالموضوع بالنسبه لي صعب جدا شويه ان انا افهم الناس دي القصه. اتمنى يكونوا فهموا القصه. هتقول لي لا ما انت بتعمله ده غلط. بص، وانا زي ما قلت لك انا عملت كل حاجه في الغلط في القناه دي ممكن تتخيلها. كبرت ما كبرتش، الموضوع بالنسبه لي مش فارق قوي. احط الفيديو ده فيديو تعريفي عشان خاطر الناس اللي هتخش تتكلم وتقول لك تطوير ومش تطوير. وعايز برضو انوه على حاجه مهمه، انا ما بكتبش سكريبت. وفكره انك ما بتكتبش سكريبت ووراك في ضوضاء كتيره جدا في الموضوع ما بيكونش سهل قوي انك تعمل فيديوهات. في اوقات ببقى مستني لحد الساعه 12 بالليل علشان اخواننا دول يناموا، ومع ذلك ما بيناموش وبيفضلوا قاعدين. اول ما بحط الكاميرا بلاقيهم بيتخانقوا، وبلاقي الدنيا بالنسبه للشارع ضربت خالص وفي اصوات بتسمعها. فالدنيا بالنسبه لي بايظه خالص. ففكره ان انا احلم ان في يوم من الايام القناه دي تكبر، اعتقد ان هو هيكون حلم غير مشروع. بس واحد بيعمل اللي هو عايزه، طالما بتعمل اللي انت عايزه ومبسوط بيه طز في اي حاجه. جابت فلوس خير وبركه، ما جابتش فلوس عنها ما جابت. لا هطلب من الناس تعمل لي لايكات، ولا هشحت على نفسي، ولا هطبل لاي حد. هفضل مستمر زي ما انا بقطع في موسيماني، بقطع في مدرب الزمالك القادم مهما مين كان مين هو. ما بحبش ليفربول، اللي هو مصريين كده قوي بيشجعوا ليفربول عشان خاطر يجيبوا. انا بقى ما بحبش ليفربول. فالدنيا بالنسبه لي ضايعه من ايام جيراردو، انا ما بحبش ليفربول. في ناس بتقول لك صلاح، انا كنت بشجع صلاح في اي حته بس انا ما بحبش ليفربول. فهي دي القناه بتاعتي، تقبلها زي ما انت عايز تقبلها. ما عجبتكش فوالله حضرتك، عايز اقول لك مفاجاه ان انا المشتركين عندي حاليا 19600، اتلغى من عندي 15500، 15000 مشترك مفقود. فعايز اقول لحضرتك ان انا لو المشتركين المفقودين دول كان زمانهم موجودين معانا كانت القناه دي الوضع بالنسبه لها بقى مختلف تماما. كان زماننا وصلنا لموضوع ان احنا بنتكلم على 40000، انما احنا دلوقتي بنتكلم على الوصول ل 20000 والموضوع مش سهل. فعايز اقول لك ان الموضوع مش فارق قوي. عجبك المحتوى اهلا وسهلا بيك، نورت. ما عجبكش المحتوى فرايك محترم، انما انا مش هغير وجهه نظري ولا غير حاجات اللي انا شايفها، لمجرد بس ان في ناس عايزه تسمع الكلام اللي يعجبها. عايز تسمع الكلام اللي يعجبك فمش هتلاقيه هنا للاسف الشديد يعني. لو عجبك الفيديو بقى بعد كل ده اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه. والكلام طبعا ما بيوصلش لناس كتير، لان انا بقول للناس اعملوا لايكات وسبسكرايبات في اخر دقيقه في الفيديو او اخر ثانيه في الفيديو، وناس كتير ما بتكملش معايا الفيديو للاخر. فبس ما بحبش اقول في البدايه عشان بيبان قوي ان هي شحاته. انا ما بحبش الجو ده.